انا عملت هوليوود سمايل تقريبا من 4 سنين. الميزة اللي شجعتني او خلتني ان انا اعمل هوليوود سمايل ان هي صراحة دكتور مصطفى بيعمل على نفس الاسنان، على نفس شكل الاسنان، مش بيضطر ان هو يبرد، مش بيضطر ان هو يغير في شكل السنة الاساسي، فدي حاجة كويسة جدا. فهو انا كان ليا اكسبيرينس قبل كده برضو مع دكتور مصطفى، ودي يعني رابع او تقريبا مش فاكرة رابع او 5 سنة نفس الثقة بتتجدد تاني مع دكتور مصطفى، ان هو كان عامل لي اسناني برضو قبل كده. لما جيت انا كنت متخيلة ان الموضوع هيبقى صعب جدا. اسناني اهي اهي، ده كنت عاملة هوليوود سمايل وشالها وبعمل تاني اهي، ولا حاجة مبرودة ولا حاجة مكسورة ولا حاجة مسوسة ولا اي حاجة خالص. فبصراحة هو الموضوع اسهل من اي حد ان هو ممكن يتخيله. لطيف جدا، هو بيقعد 4-5 سنين على حسب استهلاكك او استهلاكك انت ايه. معاملة السنان برضو، انت بتعاملها ازاي، بتعيش طبيعي جدا جدا جدا. حصل حاجة بس يعني عايز تجدد حاجة، تلمع حاجة، تنظف حاجة، دكتور مصطفى يعني في 1 hour بالظبط بيخلص كل حاجة وبيخلينا اسناننا بشكل لها جديد برضو يعني. فثانك يو جدا جدا دكتور مصطفى، انا مبسوطه وان شاء الله عقبال 30 سنه وانا باجي لك برضو بتعمل لي اسناني تاني. شكرا. انا هنا النهارده عند دكتور مصطفى اسامه في العياده بتاعته. انا بس هحكي الاكسبيرينس بتاعتي مع دكتور مصطفى. انا جيت هنا عنده تقريبا من 4 سنين، كان بيعمل لي هوليوود سمايل فعملتها، وبصراحه يعني كانت حلوه جدا جدا وكانت فيري ناتشرال. وكمان الميزه والحاجه الكويسه جدا اللي الدكتور مصطفى بيتميز بيها عن اي دكتور تاني ان هو مش بيبرد السنين، يعني انت السنين بتاعتي زي ما هي، هو بس بيحط الطبقه التجميليه قشره فوق سناني العاديه. طبعا قعدت 4 سنين وكنت مبسوطه جدا، بس طبعا بقى مع العوامل، مع الاكل، مع الشرب، مع كل حاجه بتطفي شويه، ممكن يحصل بس كسر بسيط او حاجه يعني، وسهله جدا وبتظبط على طول. انا النهارده جيت بعد 4 سنين لدكتور مصطفى عشان اجدد الثقه تاني مع دكتور مصطفى، والنهارده اهو انا ماشيه بضحك، بس عمال اضحك. دكتور مصطفى ظبط لي سناني تاني، وبرده كان شال لي القشره القديمه، فكنت مصره ان انا اشوف شكل سناني، يعني كنت خايفه يحصل مسوسه، حاجه مكسوره، حاجه بايظه بتاع. يعني بجد بسم الله ما شاء الله السنه زي ما هي بحالتها، يمكن بس احسن كمان لما هو نضفها لي ولمعها لي تاني. ودي القشره الجديده، يعني انا عماله بضحك من ساعه ما جيت، بس يعني انا مبسوطه جدا. وثانك يو دكتور مصطفى.